نظمت السفارة اللبنانية في الدوحة حفل استقبال خاص للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والوفد المرافق الذي يزور قطر لمناسبة وضع حجر الأساس لكنيسة مار شربل، وهي الكنيسة المارونية الأولى في دول الخليج. حضر الحفل وزير الدولة حمد بن عبد العزيز الكواري والسفير إبراهيم فخرو مدير المراسم في وزارة الخارجية القطرية والسفير البابوي للخليج العربي المطران فرانشيسكو باديلا والمطران ميلو بالين النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية والمطران سمير مظلوم والمطران بولو الصياح، إضافة إلى السفراء وعدد من أبناء الجالية اللبنانية. بعد الاستقبال أولم السفير اللبناني السيد حسن نجم على شرف البطريرك الراعي والوفد المرافق، حيث ألقى الراعي كلمة أثنى فيها على دور الجالية اللبنانية الفعال، ولفت إلى أن قطر هذا البلد المضياف يجعلنا لا نميز بين قطر ولبنان، موجها تحية محبة للبلدين. وبدوره شكر البطريرك الراعي السفير نجم معبرا عن ما أثمرت لقاءاته مع المسؤولين الذين أكدوا على تميز الجالية اللبنانية بعطاءاتها وبعملها وولائها لدولة قطر، بالإضافة إلى تميزها في العمل والجدية، تعمل وتكسب وتصرف دون حساب. كما حيا سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد شاكرا إياهما باسم الجالية اللبنانية عامة والجالية المارونية خاصة على تكريس عقار جديد من أجل بناء كنيسة على اسم القديس شربل. وشكر أيضا الأب شربل مهنا ولجنة بناء الكنيسة والمجلس المعاون لأنهم بشجاعة ومتكلين على العناية الإلهية يواجهون مشروعا كبيرا يتطلب الكثير من التضحيات. أما فيما يخص ملف الانتخابات النيابية المقبلة، فدعا البطريرك الراعي كل اللبنانيين إلى المشاركة في الواجب الوطني لبناء الوطن. وأنتم تعلمون أن الكنيسة صحيح لخدمة جماعتنا، ولكن هي مفتوحة لخدمة كل الجاليات المسيحية، وتعرفون أن الانتخابات هي واجب على كل لبناني، لأن تعرفون أيضا أن الدستور يقول أن الشعب هو مصدر السلطات ويمارسها بواسطة المؤسسات الدستورية. لذلك على كل لبناني حيثما وجد أن يشارك بالانتخابات ويدلي بصوته، وهذا واجب وطني كبير. وبدوره ألقى السفير اللبناني حسن نجم كلمة أكد فيها على أهمية الإنسان المغترب مهما كان بعيدا، يبقى جزءا مهما من عملية العبور والخلاص، وأشار إلى أن الكنيسة هي كنيسة الحوار والأمل والمحبة. وأنتم تمثلون كنيسة السيد المسيح، هذه الكنيسة التي أكدت مرارا وتكرارا أنها كنيسة الحوار والأمل والمحبة، فتمارسون وأنتم في سدتها ثقافة الاتصال المباشر بأنفسكم دون وسيط. وفي سياق متصل أكد على أن حركة البطريرك الراعي هي حركة رجل سلام تصدى لمهمة أساسية تقوم على تخطي الحدود المصطنعة وتوفير فرص التلاقي بين مكونات شعوب المنطقة. وفي الختام أثنى السفير نجم على دور قطر وحرصها على ترسيخ الانفتاح والتسامح والمحبة. هذا وتبادل الطرفان هدايا تذكارية للمناسبة عربون تقدير ووفاء.